بالنسبة لاسمي، اسمي محمد أسعد ديب من أم الفرج قضاء عكا، مواليد سنة 1940. أنا ولدت بقرية أم الفرج في شمال، قريبة على منطقة على قرية الزين تقريبا جنوب تيزي، لأنه كانت أقرب بلد علينا تقريبا هي الزين. من الغرب، وفي حدنا الكابري، وفي كمان حدنا كمش، وفي بيطلع من قريب علينا كمان ترشيحة، وهي المناطق كلها تقريبا، وسمري ومسمري وهي البلاد قريبة علينا طبعا. احنا منطقة ساحلية، البلد بتعتمد على الزراعة أكتر شيء، مش قضية صناعة وما صناعة وكذا، ما فيها تربية المواشي. وبعدين منطقة زراعية، عندنا بساتين، عندنا أراضي ممتلكات. احنا الأرض اللي كانت عند حياة جدي تقريبا يعني شيء مش أقل، كان عندنا بيارة على طريق بيروت، خط بيروت، وكان عندنا بستان اسمه الموارس، وكان عندنا بيارة اسمها المرزي، بستان اسمه المرزي. يعني حالتنا كانت طيبة جدا جدا بفلسطين، ولكن ظروفنا بالنسبة للبلد كنا عايشين كلنا يعني كعائلة واحدة، ما تعرف هذا من هذا، إذا احتاج أي شخص شغلي كذا راح جاي يروح يطلبها من صاحبه يلبيه، مش مثل اليوم مثلا. هاي الأيام كان في، بعدين بالنسبة للبلد وصف البلد يعني كل مجموعة البلد، مش يعني إنه هذيك البلد الكبيرة الكبيرة الكبيرة، بلد منيحة تقريبا، فيها أن تعدل لك عائلة، في بيت ديب عائلتنا، في بيت الحاج موسى، في بيت عبد العال، في بيت مفلح، في بيت هوادي، يعني في كتير، في بيت أبو السعاد تقريبا، هدول اللي كانوا قراب على بعض، في بيت أحمد الصفدي أبو علي، في بيت خليل الصفدي اللي هو جدي كمان، هدول، في بيت دار ياسين سيرمي أبو ياسين، هدول كانوا في آخر البلد من قبل، وفي بيت حجاب هدول كمان، وفي بيت دار زمزم كانوا كلاتهم يعني، في بيت أبو أحمد هوادي، بيت أحمد هوادي أبو علي كان مقابيل مننا، عنده بيت بطبقين، بيت أصفر هيك صغير، هدول كلاتهم كانوا حوالينا وقراب علينا. تيجي من شمال المدرسة بالآخر، من تحت، من أول بداية البلد، في أناية مي عند الشارع العام، هاي بتنزل بسقوا منها دار أبو صبري، حكورة، حكورة تبعتن، تيجي حد الحكورة من فوق من الجهة الشرقية القبلية، بتيجي بيت دار أبو صبري للحكورة، تبعين للحكورة تبعتن، عشان يشتغلوها. بيجي شرقي منين شوي غير الجامع، أول البلد الجامع، من بعد الجامعة تمرق لقدام شوية صغيرة هيك، يعني تلتقي هالشباب وتعرف تسهر وكذا عشان الشغل. بعد منها بيجي بالشارع الشرقي من جهة شرقية بأول البلد، بعد الجامعة وبعد البلد بيجي مدرسة. طبعا كانت الحياة قروية، يعني مش إنه حياة زي اليوم، يعني في علم وفي ثقافة وفي كذا، يعني بدأ الإنسان تقريبا عفوي، بعدين صار في علم، ربنا سبحانه وتعالى خلق العلم للناس حتى تتعلم. كان في شيخ يمني اسمه أحمد اليمني، كان يجي يعلم هناك بالمدرسة الدين والقرآن وكذا وأشياء، الشيخ اللي يحفظ الناس الشباب، وقليل يعني ما كانش فيه إنجليزي
وغيره يعني لغات تانية ما بيعلم بس العربي وأكتر شيء القرآن. طيب حج آخر سؤال بسألك إياه، اليوم بعد أكثر من 65 سنة لو قالوا لك يا حج اليوم صار في فرصة إنك ترجع لفلسطين بترجع؟ طبعا يا زلمة، طبعا يا زلمة، أرض الله أرض آبائه وأجداده خلق فيها وأكل من خيراتها وتربى فيها بالأساس بيترك وطنه الإنسان. إحنا أساسا الأرض والعرض هن أغلى شيء في الحياة، فإذا الإنسان بيترك أرضه ترك عرضه، ومعناته إذا ترك أرضه ترك عرضه شو يعني الإنسان انتهى؟ عرفت كيف؟ إحنا ليش عم نقاتل؟ ليش الحرب بيننا وبين الصهيونية؟ ليش الحرب بيننا وبين الأجانب؟ علشان إيش؟ علشان نحرر أرضنا، عشان نرجع للمسجد الأقصى ونحرره من أيادي هاي الناس الظالمة. ولكن الله يعين حكامنا ويصلح أمورنا.